الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونوبة عدد ما سواه الله. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، حاجتنا حجتنا ومقرنا وسيلتنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اقض حوائجنا وحوائج السائلين، واستر علومنا وبلغنا مما يرضيك أما لنا، وارزقنا وسائر المسلمين تحب وترضاه يا رب العالمين. خذ بأيدينا إليك عبد الكرام عليك، ونجنا مما أقمتنا به، وربنا بما أقمتنا به، وخذ بأيدينا بما أقمتنا به مما أقمتنا به، ولا تشغلنا بشيء سواك أو فلاحنا، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد مستمع إلى أثر إحسان قولك. اللهم صل وسلم وبارك على الذات المحمدية الوحيدة الأحدية شمس السماء الأسرار ومنشر الأنوار ومركز نظار الجلال وقطب ملك الجمال موضع سره لديك وبسيره إليك. أمن خوفنا وأقل عثراتنا وأدب مننا وحرصنا وبلدنا، وقلنا إليك منا واصرفنا الدناء عنا، ولا تجعلنا لأنفسنا محجوبين. اللهم اكشف لنا عقوبتك المكتوم يا حي يا قيوم، ارحمنا وارحم والدينا وشيخنا وعلماءنا وذريتنا وأحبابنا وأقاربنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ما حيينا، وكما بلغتنا هذا رمضان اتمه علينا اليمن والبركات والخير وعتق النار والغفران والرحمه يا رب العالمين، واعد علينا رمضان سعيدا يا رب العالمين موفور الصحه والعافيه، واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا، واقبلنا اليك باكمل حال من الطاعه والايمان والاسلام، وادم من قلوبنا كل غفله وشك وشرك ورياء ومراء وبحبة من محبطات الأعمال. نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وإيمانا كاملا ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. نسألك الفوز عند القضاء ومنال بها الشهداء وعروسة الأعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. يا راحم الراحمين ارحمنا، يا راحم الراحمين ارحمنا، يا راحم الراحمين ارحمنا وأغثنا وتب علينا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذابك يوم تبعث وإله إلا رب العالمين. اجعلنا لنعمك شاكرين ولحقك قائمين ولك ذاكرين وطائعين يا رب العالمين، ولحبيبك المصطفى محبين ملتزمين بشرعه متأسين به يا رب العالمين. وابلي عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن امته يا رب العالمين، واعلي فوق بناء الناس بناءه، وادخل على قلبه السرور والرضا يا رب العالمين، ورضيه برضاك عنا يا رب العالمين. فنحن نسلم اليه وهو لا يرضى الا وان ترضى عنا يا رب العالمين. ارضى عنا لرضاك عنه يا رب العالمين، ان لم نكن لرضاك اهل فهو اهل انتم به فينا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، نكمل قراءه الكتاب بهجه النفوس وتحديها بمعرفه ما لها ومعانيها، شرح مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلمهم وبقدرهم امين. سيدنا الإمام ابن جمرة الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلمهم وبقدرهم امين. الحديث 24 حديث جواز الصلاة بالسكينة، وهو الأولى كان عنوانه حديث عدم سقوط الصلاة عن راكب السكينة، مش جواز. هي الصلاة مطلوبة، هي الصلاة تبقى جائزة، فهو كان الأولى
فيضمن للعنوان العناوين دي مش الإمام أبو بكر، ممكن تبقى يعني المكتبة أو الناشر، الناشر هو اللي عمل العناوين دي، والعنوان ده يعني يستحسن إن إحنا نعدله. أو يهم جواز من ذلك إجزاء أن صلاة السفينة تجزئ يعني تصح مع عدم كمال هيئتها، ربما يقصد كده، وإذا حصل هذا بقى عنوان صحيح، لكن كان الأولى يقول عدم سقوط الصلاة عن راكب السفينة، بحيث أنه ما زال يعني مأمور بالإتيان بالصلاة بالرغم ركوب السفينة التي تموج وتتحرك وقد يصعب عليه الثبات، فربما يظن ظن أن هذه أعذار تسقط عنه الصلاة، فيأتي هذا الحديث ليبين أنها لا تسقط عنه بحال، وأن الميسور لا يسقط بالمعصور، فإن تعثر الصلاة من قيام صلى عن قعود، وإن تعثر حتى الصلاة من قعود صلى عن ركوب، فهي لا تسقط عنه بحال، لأن الميسور لا يسقط بالمعصور. واحد مما أمرتكم ما استطعتم، وكلمة الميسور لا يسقط بالمعصور هذه قاعدة من خمس قواعد قام عليها مذهب الإمام الشافعي، وهي لفظ الإمام الشافعي والذي ذكرها. ترجم بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انتهوا عما نهيتكم عنه واتوا مما امرتكم ما استطعتم. ده حديث النبي، فالامام الشافعي ترجمه لهذه القاعده فقال: الميسور لا يسقط بالمعصور، يعني ان صعب عليك ان تقرا الفاتحه مثلا من قيام سقط عنك القيام، واذا سهل عليك السجود فلا يسقط عليك السجود، لأن السجود ميسور والقيام معصور، فسقط القيام وهو المعصور ولم يسقط السجود لأنه ميسور. فتصلي تقرأ الفاتحة من جلوس ثم تسجد كالمعتاد لأنك قادر على السجود. إن كنت تستطيع القيام لكن لا تستطيع السجود لا يسقط عنك القيام لأنه ميسور، فتقرأ الفاتحة من قيام وتركع من قيام، فإذا أتى وقت السجود تجلس وتسجد مومئا، لأن الميسور لا يسقط بالمعصور. بعض الناس نشوفهم يبقى جاي ماشي للمسجد لكن ركب ارتجاع ما يقدرش يسجد، يقوم يعمل ايه؟ يصلي الصلاة كلها من جلوس. طب ما انت عندك القيام ميسور، لما تضيع الفاتحة من قيام؟ أين الثقة؟ النبي يقول: وقت مما أمرتكم ما استطعتم، وأنت تستطيع القيام وقد أمرك أن تصلي من قيام، فلما تجلس؟ يقول لك ركبي وجعني، ركبك وجعك انت عندما اسجد، لا يسقط عنك السجود ولا يسقط عنك القيام، لان الميسور لا يسقط بالمعسور. شفت قاعده مهمه ازاي؟ ما يسره لك الشرع وعليك لا يسقط لانه تعثر عليك شيء اخر مرتبط به، فتاخذ مما امرك من الشرع ما تيسر. إنسان يعاني من مرض مثلا في موضع من مواضع جسمه المفروض أن يوضعها، كأن يكون أحد قدميه به مرض حرق، مرض جلدي لا يستطيع أن يغسله، قال له الطبيب: لا تأتي بالماء عليه لأن الماء يزيد المرض مرضا أو يؤدي إلى تلف العضو، فصار الماء على القدم معصور، لكن القدم الأخرى واليدين والوجه ميسور، فيوضئ الأعضاء السليمة لأنها ميسورة، ويأتي على العضو المعصور يمسح ويتيمم عنه لأنه معصور، لكن لا يسقط الغسل عن الأعضاء الأخرى. واضح؟ هكذا أبدا بكل الفقه، الميسور لا يسقط بالمعصور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا مما أمرتكم ما استطعتم. سهل. نشوف بقى هنا كلام ايه؟ الاحاديث دي على فكره احاديث يعني موقوفه على الصحابه باسنادنا المتصل عن مشايخنا الى الامام البخاري في صحيحه، وعنه عن جابر بن عبد الله وابي سعيد رضي الله عنهم. حقه كان يقول عنهم، هو قال عنهما ليه؟ عشان صحابيين، بس ابو جابر صحابي راق اللي هو عبد الله بن حرام، فكان يقول رضي الله عنهم. فهمت؟ ده كان لو قال عن جابر وابي سعيد يقول رضي الله عنهما.
لكن إن قال جابر ابن عبد الله يعني ذكر أبي وأبي صحابة يبقى هو المهد كده رضي الله عنه عنه وعن أبي جابع معاذ ثاني صحابي ثالث اللي هو أبي سعيد رضي الله عنهم يقول كده صليا في السفينة قائمين يبقى سيدنا جابر بن عبد الله وسيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما ركبوا السفينة وشافوهم صلوا من قيام وفعل الصحابة يقتدى بهم لأنهم الجيل الذي فهم عن النبي هم اللي بلغونا الدين هم اللي شافوا النبي وسمعوا النبي وتربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وهم اللي بلغونا الدين فزي ما يعملوا خصوصا لو عملوا الحاجات دي كمان في عصر النبي والنبي أقر لهم صارت سنة واضح فإن فعلوها في عصر بعد النبي وكان النبي قد مات فبناء على فهمهم عن النبي ففي الحالتين نلتزم به اذا كان موافق للاجتهاد المستقر او لا يخالف نص غاب عنه الصحابي يعني في نص ثاني من صحابي ثاني في المساله لم يسمعه هذا الصحابي يبقى نعتبر ان فعل الصحابي ده المخالف للنص اجتهاد صحابي غير ملزم لان احنا ملزمين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم مش بكلام الصحابي ولا بكلام الصحابي لكن لو كان كلام الصحابي توضيح لكلام النبي او موافق لكلام النبي او فعل الصحابي اقره النبي او لا ياتي ما يخالفه من فعل النبي صار حكم واضح ليه لانه بناء على فهمي وهم اقرب عهدا بالنبي واقرب يعني هو اكثر فهما للغه واكثر انصياعا للدين والتزاما به الجيل اللي ربنا اختاره للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يبلغوا عنه ده دين مخصوص عن جابر بن عبد الله وابي سعيد رضي الله عنهم صليا في السفينه قائمين من قيام لان يبدو كانت السفينه كبيره وكان البحر رايق ومفيش تموج كبير يعني ميسور القيام فلما تيسر القيام صلوا من قيام طب مال البحر ومال السفينه والرياح او هو نفسه يعاني من ايه من دوار البحر اذا صلى في القيام يجيله القيم ويزرعه القيم يبقى خلاص بيصلي من قروض كانه صار معذورا وهكذا يبقى هم صلوا من قيام ليه؟ لانه تيسر القيام ففعل القيام واضح؟ وقال الحسن سيدنا الحسن البصري ومن التابعين تصلي قائما ما لم تشق على اصحابك يبقى لو كانت السفينه مستقره غير تشعر فيها كل ما كانت السفينه كبيره ضخمه كل ما تحس انك انت قاعد على الارض يعني مش حاسس حتى بحركتها وهي بتمشي في البحر ليه من ضخامه السفينه مش كده برضه طيب لما تبقى السفينه صغيره حتى ما تبقى مركب تلاقي انت موجود بس هي كبيره كل ما تبقى صغيره في الحجم يبقى كلما صغرت يبقى لا تستطيع الصلاه من قيام بها لكن لو كبرت واستطعت من قيام بها فنعمه طيب شق عليك للتموج يبقى ما لم تشق يبقى لان الله سبحانه وتعالى قال في القران ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني والرسول صلى الله عليه وسلم قال بعثتم ميسرين ولم تبعثوا ايه؟ معسرين وكان اذا خير بين امرين اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فيبقى لو كان في مشقه خلاص يصلي من قروض طيب عندنا مشكله ثانيه ان السفينه بتتحرك والرياح ساعات تغير اتجاه السفينه خصوصا كانت سفن ايامها شراعيه فكانت تتاثر بحركه الرياح وانا مطالب ان انا اتوجه للقبله فربما اتوجه للقبله ففي اثناء الصلاه تنحرف السفينه عن القبله وانا نزلت داخل الصلاه، طب اعمل ايه؟ هل يكفي ان انا اتوجه مع تكبيره الاحرام ثم استمر على ما انا عليه؟ ولا ابور معها حيث دارت؟ مع القبله حيث دارت؟ طول الصلاه، ان تيسر ابور معها حيث دارت وانا عالم بالاتجاهات يبقى ابور معها حيث دارت ولو اصلي كل ركعه الى جهه. كويس؟ وانا داخل الصلاه ادور معها حيث دارت ان تيسر مع علمي الجهاد. طب انا لا اعلم الجهاد. يا دوب التزمت كده في الاول اول تكبيره الاحرام شفت الجهاد كده وسالت قالوا لي رجلك كده. رحت قلت الله اكبر وانا مش عارف
بقى الجهاز ومش مدرك انها بتتحرك ولا ما بتتحركش، غيرت اتجاهها ولا كان بصلي مثلا في حجره مغلقه داخل السفينه وانا مش شايفها بتتحرك، يبقى خلاص يكفيني ان انا اتوجه في البدايه. واضح؟ يبقى الميسور لا يسقط بالمعسور، انت يسر لي التوجه كلما ادرك اتوجه في كل، لان ده ميسور ليا، ان لم يتيسر يبقى يكفيني ان انا اتوجه في البدايه ثم بعد ذلك يتم الصلاه، لان ايضا ماشي مع قاعده الميسور لا يسقط بالمعسور. وقال الحسن تصلي قائما ما لم تشق على اصحابك تدور معها، والا ان شق عليك القيام يعني فقاعدا. ظاهر الحديث يدل على ان فعل الصحابه رضي الله عنهم حجه، لانهم لا يعملون عملا من الاعمال الا بالتوقيف من الشارع عليه السلام ولعلمه عليه السلام بذلك، لما اخبره الله تعالى بالفتن التي تكون بينهم رضي الله عنه، اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، فاوحى الله اليه اصحابك عندي مثل النجوم. اصحابك النجوم بينهم اقتديتم من لديتم، حديث تلقته الامه بالقبول، وان كان اسانيده فيها مقال، وان كان اسانيده فيها مقال الا انها تلقته الامه بالقبول. كويس، اصحابك النجوم بينهم اقتديتم واهتديتم. زي حديث البحر هو الطهور ما يحل ما يتم، حديث ضعيف الاسناد الا ان الامه تلقته بالقبول، فما يجيلكش واحد جاي يقول ده حديث ضعيف، لان هناك تقويه اخرى تقوي الحديث وهو تلقي الامه بالقبول. فاحيانا الامه لما تتلقى الحديث بالقبول لا تهتم بتوثيق الاسناد، فيكون الاسناد ضعيف لانهم لم يهتموا بتوثيقه بشهرته، فيكون وصل كذلك من غير موثق الا انه مشتهر على السنتين، فاشتهار على السنه الامه على مر العصور تجعله مقبول ويستدل به في الاحكام. واضح؟ عشان ما يجيش واحد جاهل طلاب العلم الان يقول لك حديث ضعيف، ما يجراش حاجه، بس الامه تلقته بالقبول وده لوحده يقويه. وادي له مثال، تقول له انت بتتوضا بميه البحر ولا ما بتتوضاش بميه البحر عشان مالح؟ يقول لك بتوضا. قول له حديث طهور ماء يحل ميتته بالبحر حديث ضعيف، لما تاخذ بهذا وتترك هذا؟ لان حديث الطهور ماء يحل ميتته ايضا حديث ضعيف الاسناد وتلقته الامه بالقبول فصار العمل عليه. واضح؟ يبقى بيقول لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه فعلهم حجه، لانه صلى الله عليه واله وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيوقفه الى افعالهم، فان كانت خطا ينبههم. كويس؟ فطالما النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم وفعلوها في حال حياته يبقى الشرع كده، لان النبي يطلق الشارع ويقصد فيه النبي ويطلق الشارع ويقصد فيه الله عز وجل، لأن النبي مبلغ عن الله، فالنبي حكمة والله قدرة، مش كده برضه؟ النبي سبب للوصول إلى معرفة أحكام الله، فيمكن أن يطلق على السبب الحكمة الفعل أيضا، لأهب لك غلاما زكيا حكمة، والولي هو الله، سيدنا جبريل لا لأهب، فيبقى يجوز نسبة الفعل إلى السبب من باب الحكمة. أما من حيث الحقيقة فإن الله هو الشارع والله هو الفاعل والله هو الواحد وهكذا. وعشان كده يطلق الشارع ويقصد به النبي، ساعات يقول لك قال الشارع عليه الصلاة والسلام، وساعات يقول لك قال الشارع جل جلاله يعني الله، ويجيب لك قرآن بعده. فهمت بقى المسألة؟ والشارع يعني من المشرع، مش الشارع اللي هو الستريت اللي أنت ساكن فيه. الشارع جاية من التشريع. فهمت؟ من التشريع، لأن أصلا التشريع جاية من الشريعة، والشريعة هي الطريق أيضا التي توصل للماء أصلا لغة كده، يعني أصلا الشريعة هي الطريق الموصلة للماء، مورد الماء الطريق اللي يوصل للمية ده اسمه شريعة، لأن الماء سبب للحياة. كويس؟ الماء سبب الحياة، والشريعة اللي هي الطريق الموصل للماء هي الطريق اللي توصل للحياة للمحافظة عليه. فلما جاءت الشريعة سببا لحياة الأرواح فصارت تشبه الماء في الحس، فهي التي توصل إلى حياة الروح. فهمت ازاي؟ فصارت أيضا شريعة. وعشان كده حتى لحد دلوقتي نقول مركب شراعي. مركب شراعي، شراعي يعني إيه؟ لا
لأنه في الشريعة اللي هو مورد الماء، لأن المركب ماشي في مورد الماء. وليه حدة قماشة كده تيجي الريح بتشرح نقول شرط المركب شراعي، يبقى الشريعة هي الطريق برضه صح، من الشارع من الشارع، لأن الشارع ينتبه إلى مرادك. أنت عايز تروح حتة فلانية تقول تروح فين؟ الشارع، تمشي في الشارع يوصلك إلى مرادك، فهي كلها معاني متقاربة. عشان كده الشارع بمعنى الستريت لغة، والشارع بمعنى المشرع اصطلاحا، لأنه أيضا يوضح لك الطريق إلى الله، كما أن الشارع يوضح لك الطريق إلى الهدف الذي تريد أن تذهب إليه، فأيضا المشرع يوضح لك الطريق الموصل إلى الله. فهمت العلاقات اللغوية والاصطلاحية؟ عشان كده في اللغة كلها بتصب بعضها. فلما تقول قال الشارع وهي من الشارع، هو صح لغة الشارع برضه، بس ده شارع أي يوصلني إلى الله. انت ازاي؟ بس ادي الحكاية. والثاني شارع يوصلني إلى الماء لأشرب وأحافظ على حياتي، والثاني شارع يوصلني إلى الطريق الذي يحميني ويحفظ علي حياة روحي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. علشان كده الصحابة لما نزل القرآن فهموا، ما قعدوش يسألوا النبي على كل مصطلح، كانت اللغة عندهم واضحة. فهمت؟ جعلناك على شريعة من الأمر، ما روحش قالوا إيه الشريعة لمورد الماء؟ إيه علاقة مورد الماء بأوامر الشرع؟ ما روحش قالوا له كده، لأن وجدوا العلاقة فهموها على كل الذنوب، دي علاقة مجازية ودي علاقة عادية. واضح؟ علشان كده العرب يفهم اللغة. فلازم عشان تفهم اللغة، تفهم القرآن لازم تفهم اللغة الأول، مفتاح القرآن هو اللغة. بالتوقيف من الشارع عليه الصلاة والسلام ولعلمه عليه الصلاة والسلام بذلك لما أخبره الله تعالى بالفتن التي تكون بينهم رضي الله عنهم، اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، فأوحى الله إليه أصحابك عندي مثل النجوم، فحينئذ أخبرنا سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم بأن قال أصحابي مثل النجوم، مثل النجوم بأيهم اقتديتم؟ اقتديتم معناه اقتديتم بي، لأنه هو صلى الله عليه وسلم إمام الهدى، فإنهم لا يفعلون ما يخالف سنته، ففعلهم كله قام مقام الإخبار عنه سيدنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك أقوالهم. ولذلك قال الحسن تصلي قائما ما لم تشق على أصحابه. الحسن لما شاف الصحابة سيدنا جابر بن سعيد صلوا من القيام، قال لأصل دول الصحابة دول عاملين زي ايه؟ زي ما تبقى انت بتصلي في مسجد كبير قوي ضخم، وانت بتصلي خلف المسجد والصفوف كتيرة، والإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصف الأول والثاني دول الصحابة شايفين النبي، وانت ورا مش شايف النبي لكن شايف اللي شايفين النبي. فأول ما تشوف الصف الأول والثاني ركع معناه ان النبي ركع، أول ما تشوف الصف الأول والثاني سجد يعني معناه النبي سجد، يعني هم بيبلغون عن فعل النبي. واضح ازاي؟ فكانهم مبلغين عن النبي، فانا لا ارى النبي لا اراه، فارى فعلهم كما ارى المبلغ في الصلاه عن الامام، فالامام يرى الماموم المبلغ يرى الامام فيبلغ من لا يرى الامام، لانه لا يتحرك الا بحركه الامام اللي هو النبي. فاحنا لما نقتدي بالصحابه يعني نقتدي بالنبي من خلال ايه؟ بلاغ الصحابه، كان الصحابي بيصف لك فعل النبي من خلال فعله. واضح؟ لان انت مش مامور اصلا ان تتخذ اسوه الى النبي، بس هو ده اسوته. فهناك بقى من يوصلك للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الجيل الاول الذي راه وعاش معه وتعلم على ذلك. والكلام عليه والوجه الاول معنى قول ما لم تشق على اصحابك، ليس المفهوم من قول تشق على اصحابك كما نفهم نحن من التضييق او ما يغير الخاطر، لأنه لو كان على هذا المعنى لأدى ذلك إلى تعطيل الصلاة عند ركوب البحر كما يفعل كثير من الجهال اليوم، وهذا حرام لا يجوز. كلمة ما لم تشق يعني مش معناها مشقة بسيطة كده، يعني إيه؟ يعني تخليهم مثلا يتكلفوا وهم يتوضوا ويتعبوا ويتحركوا ويعملوا، طب ما دي مشقة صحيح موجودة لكنها مشقة يتحملها الإنسان في التكليف الشرعي. وإن راح يبقى خاطره بقى كان نايم مستريح وعينين هتقلقه ومتشوش عليه خاطره، يقول لك يا اخي لما نبقى نوصل للارض نبقى نصلي بقى ما نبقاش حاجه زي بعض الناس اللي هي عوام الضعاف، اول ما يحصل تغيير في حياته يبطل الصلاه، يجي له صداع، رجله تتكسر، يخش يعمل عمليه، يتحبس في المستشفى، يبطل الصلاه. طب ليه بطل الصلاه؟ يقول لك ان شاء الله لما
إذا أي تشويش يجيله يجعله يأسى يترك التكاليف. لا مش هو ده المقصود، مش هو ده المقصود. التشويش اللي يجيلك ده يخفف صورة أداء التكليف لكن لا يرفع التكليف من أصل، يخلي أداء التكليف صورته مختلفة طريق مع الصعوبة اللي انت فيها، لكن مازال التكليف موجود لا يرتفع التكليف عنه. فهمت؟ ده بخلاف الجاهل يرفع التكليف، يقول لك مفيش تكليف مش كده برضه؟ بيقول مفيش تكليف بلسانه؟ لا بفعله. واضح؟ لا التكليف ما ارتفعش لكن التكليف صار مطالب فيه ولكن بصوره مخففه. لا يوجد ماء وانا اريد ان اتوضا فاصلي، هل معنى عدم وجود الماء معنى لا اصلي؟ لا، فيما يتخفف الشارع معك هو لك عند غياب الماء تيمم وصلي، اي التكليف ما زال مستمرا بس مع التخفيف. انا مسافر سفر طويل وهبقى مرهق ومفيش اماكن استراحه وغيرت عادتي، كل الحاجات دي بتشق على نفس الانسان وعلى بدنه. يقوم ايه؟ يقول بقى اما اوصل واستريح اصلي. لا، الشرع يقول لا صلي ولكن بدل ما تصليها رباعيه صليها ثنائيه، خلي الرباعي اثنين. ومش كده وبس، وعشان الركوبه اللي هتركبها يمكن تبقى ماشيه تستغرق وقت الصلاه، اجمع الصلاتين كمان، يعني صلي في غير وقتين. يبقى لا يرتفع التكليف لكن يتكثف في صوره اداء التكليف. واضح اللي احنا بنسميها الرخصه. فالرخصه لا ترفع الحكم بل تتخفف في اداء الحكم. وعشان كده تعرفوا بالرخصه وقالوا ايه؟ هي الحكم على خلاف الدليل لعذر. الحكم يعني الامر الشرعي على خلاف الدليل لعذر. واضح؟ الدليل الشرعي معروف ان الظهر اربع ركعات. طب انا بصليها ازاي اثنين؟ طب ده حكم على خلاف الدليل بس هنا في عذر السفر. فلا عذر السفر خلى الظهر ركعتين، بقى حكم على خلاف الدليل لعذر. الشرع قال لي صوم رمضان، جيت انا في صلاه رمضان ده مسافر. او انا افطرت على خلاف الدليل لعذر السفر. الدليل ان انا صوم، طب انا مفطر، يبقى بعمل حاجه على خلاف الدليل، لعذر. فان لم ينتفع العذر بقت معصيه. طب مفيش عذر وسمحت فاطر في رمضان مفطر في رمضان ومفيش يعني عذر. يبقى انا كده خالفت الدليل لغير عذر، يبقى دي معصيه مش رخصه. يبقى الفرق بين المعصيه والرخصه ان الرخصه حكم على خلاف الدليل لوجود عذر، اما المعصيه مخالفه الدليل مع عدم العذر. فهمت بقى المساله؟ وانما يكون معنى تشق قد يكون قيامك في وقت يكون الهول في البحر والامواج والرياح العاصفة إلى غرقهم. أصل ممكن لو تصلي في مركب والمركب ده يكون السور بتاعه صغير قصير، ويكون مركب صغير والبحر اللي موجوده، وتقول له صلوا من القيام، تروح جاي راكع وساجد ونصلي ركعتين ووراك صفين، تخلص صلاة يبقى وسط واحد، أصل التانيين واقع وغيره، وأنت موج البحر، فحرام كده تغرقهم وراك. يبقى يصلوا من الجلوس، لان ممكن يبقى البحر دي اهوال بتحصل لدرجه الناس خلاص يعني الوجه المنظر معروف كده البحر. فهمت؟ فيبقى ما يعني ما تشقش، لان ممكن يبقى البحر في وقت من الاهوال وجبت الصلاه. اهوال البحر تعمل ايه؟ تقول لهم اتبع حكم الصلاه ولا نصليها ولكن مخففين؟ نصليها بتخفيف، نصليها ركعتين قصيرتين، نصليها من قعود، نصليها من امام، وهكذا. واضح؟ أو زيادة سبب في الهلاك معروف بجميع العالم. أو ممكن إحنا لو صلينا جماعة واجتمعنا كلنا عملنا صفوف في المركب، هتنقل المركب في جهة عن جهة، نخلي المركب تميل كده تغرق، يبقى نصلي في الغرب. أو نصلي عدة جماعات صغيرة متتالية. واضح؟ كل ده يبين لك انك انت لازم تاخد بالك ان ممكن يكون الاحكام العاديه تؤثر على الاحكام الشرعيه. ان الحكم العادي هنا يجي ربان المركب يقول لك يا جماعه انتوا كل ما بتصلوا وتجتمعوا يا مصلين وتعملوا صفوف في جهه معينه في المركب، انا التحمل عندي عجله القياده، المركب بيضيع مني بيمين. وبتقول له شوف كونفرنس يمنعنا من الصلاه، منعنا ده كافر، يا جماعه نقتله. ما ينفعش الكلام بتاعك ده يا استاذ، لان الحكم العادي يؤثر على الحكم الشرعي.
ده حكم عادي يؤثر على كيفية أداء الحكم الشرعي. يوم يجي الحكم الشرعي يقول لك لا لا تخالف الحكم العادي، أدي الشرع مع عدم مخالفة الحكم العادي ولكن بصورة مشروعة أخرى، تقوم تصلي من فرادة أو جماعات مختلفة أو جماعات منفصلة أو جماعات في أماكن متفرقة عشان أراعي وزنة المسجد. واضح الكلام؟ فالحاجات دي كلها مهمة. الحكم العادي قد يؤثر في الحكم الشرعي، أه يؤثر في الحكم الشرعي. العادة تؤثر في الحكم الشرعي، أه تؤثر في الحكم الشرعي. أنا بشرب أهو أو باكل التمرة دي وقت امتحاني ومفيش قدامي إلا خمرة وإلا هموت، أروح زيها بقنا خمرة، يبقى العادة هنا اللي هي الشركة اللي هي قد تؤدي إلى الوفاة غيرت الحكم الشرعي وجعلت تناول الخمر غير محرم بالنسبة لي الوقت ده، أو محرم لا إثم فيه، على خلاف عند العلماء إن الضرورة بتجعل الحكم الحرام مباح والذي يظل حرام لكن ترفع الإثم، خلاف بين الأصوليين، لكن العمل واحد. واضح؟ يبقى العادة تغير الحكم الشرعي، أه العادة تغير الحكم الشرعي. العادة تغير الحكم الشرعي، لأن الفتوى اللي هي معناها الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف في لحظة معينة أو حالة معينة تسمى فتوى، والفتوى تتأثر بالأشخاص والأحوال والأزمان والظروف كل الحاجات، وعشان كده قد يباح لك في ظرف ما لا يباح لك في ظرف النار، قد يباح لك أن تفعل شيء ولو فعلته بعد ذلك في ظروف أخرى أقول لك لا حرام ده من الكبائر، في حين إن لما كنت أنت بتعمله كنت بتاكل الميتة أيام الغلاء والمجاعة وبعد كده لقيت إن الميتة طعمها حلو فخلاص المجاعة راحت، فلقيت استمرت أنت تاكل الميتة الكبسة دي طعمها حلو والله، تقول إحنا بطلنا، فلما ضاعت إيه المجاعة فضلت تاكل الميتة، أقول لك لا، تقول ما انا كنت باكلها السنه اللي فاتت ما قلتليش ليه عم الشيخ حرام، لان الظروف تغيرت، السنه اللي فاتت كان هناك مجاعه ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، اما الان فلا ضروره، تغير الحكم يتغير، تغير الظروف تتغير الاحكام. واضح؟ وعلشان كده ايه؟ بجري العاده، يبقى العاده تغير الحكم الشرعي، اه وعشان كده الامام الشافعي قال لك العاده محكمه، من اصول مذهب الامام الشافعي العاده محكمه، لدرجة إن بعض الناس حتى بعض القوانين قالت المعروف عرفا كان مشروط شرط، المعروف عرفا كان مشروط شرط، يعني هو شرط والمؤمنون عند شروطه، يبقى العادة محكمة أو العادة محكمة، لأن من الذي خلق العادة هو الله، ومن الذي جاء بالشرع هو الله، فأنت بتعبد الله على كل حال، لأن العادة مش هي الخلق نفسها وجاية تناكل حكم الله، لا ده اللي خالق هو واحد، هو الذي خلق العادة وهو الذي جاء بالتشريع سبحانه وتعالى. أو لا يمكن لك القيام إلا أن يؤدي ذلك لكشف حريم على وجه لا يجوز شرعا، ولم تكن دخلت عليه أولا لأنه لا يجوز أن يدخل إنسان البحر وهو يعلم أنه لا يمكن له فيه توقيع ما أمر به من التعبدات على حده. أو لو أنا صليت من قيام والهواء والريح شديد هيرفع الثوب بتاعي بين عورتي، اصلي انا بقى عورتي بينه؟ ما ينفعش، يبقى صلي من قعود لستر العوره، بالرغم ان انا استطيع قيام لكن اللي منعني من القيام هبوط الريح الذي يؤدي الى ايه؟ ظهور العوره. واضح؟ يبقى احيانا انا استطيع القيام وكل حاجه لكن في حاجه خارجه عني وعن حتى المركب وهو الريح الذي يؤدي الى ظهور المحرم وهي العوره، فتجعلني اصلي ايه؟ من جلوس لان الجلوس اكثر. واضح؟ شفت قد ايه الشرع بقى يراعي ظروفك في كل الاحوال. لانه لا يجوز ان يدخل الانسان البحر وهو يعلم انه لا يمكن له فيه توقيت ما امر به من التعبدات على حدها. يعني انا ما ينفعش ان انا اسافر سفريه واعرف ان السفريه دي هتؤدي الى ايه؟ صعوبه اداء التكاليف الشرعيه عندي. يبقى السفرية دي حق حرام ما سافرهاش. يقوم يقول لك ايه؟ طب يجوز للمسلم ان يركب مركبة فضاء ويطلع للقمر؟ طيب ما هو الذهاب للقمر ده هيؤدي الى صعوبة اداء التكاليف الشرعية لان مواقيت الصلاة هتختلف والقبلة هتختلف وهيختلف عليه الامر، وان القوانين داخل مركبة الفضاء ان البول والمياه الناجي
بيحولوها الى مياه شرب مرة اخرى. فعند وجود مياه الشرب دي ان انا اشرب النجاسة وان انا اتوضأ بالنجاسة وان انا اصلي الى غير القبلة، طب انا ايه اللي طلعني فوق اصلا؟ فهمت بقى ازاي؟ يبقى لا يجوز للمسلم انه يطلع هذه البلاد على هذا المذهب لصعوبة اداء التشريع او الشريعة واوامر الشريعة في هذه الرحلات، بالاضافة لانها محفوفة بالمهالك وان الله كان لكم رحيما. ايه اللي يخليه يخرج عن نطاق الجاذبية والنطاق بتاعه ويمشي في الدنيا كده في الفضاء الخارجي ومليان شهب ومليان نجوم ومليان بتاعه وموحش موحش وحشة شديدة وربنا بينا رحيم، ايه اللي نعمله احنا؟ ما نحط انسان قادر نحط اي حاجة، لكن المسلم ما يطلعش. يبقى لما يقول لك ان الامير مش عارف مين من امراء البترول دفع كم مليون دولار لوكاله ناسا علشان يركب في رحله مش عارف فضاء، الفلوس دي حرام، هيسال عنها لان دي رحله محرمه شرعا. واضح الكلام؟ يبقى ده بيفهمك احكام متعلقه برضه بالحكايه. يعني مره كنا بنسال السيد عبد الله الصديق الغماني سنه 81، كان ايامها موضوع بقى ايه وكالات الفضاء وكل يوم والتاني يقول لك ناس بتسافر وناس بتطلع وناس بتيجي. فواحد يسال الشيخ يقول لي يا مولانا لو واحد طلع القمر يتوضى ازاي والماء ده كان اصله نجس فحولوه ونقوه فصار ماء صالح للشرب؟ فهل يجوز الوضوء بيه ولا يتيمم؟ ويتيمم منين اذا كان ما عندوش تراب الارض؟ فهل تراب القمر يصلح لان هو يبقى زي تراب الارض لان الارض احنا متعبدين بايه ورق على كوكب الارض؟ هلا صحيحا طيبا يعني على الارض، طب ما انا بقيت على القمر. هل يبقى ده صحيح بدل ولا مش بدل؟ ولا اللي صلى بغير وضوء ولا تيمم اصلا؟ طب واذا صلى بغير وضوء ولا تيمم لفقد الايه؟ الطهورين. طب يصلي لاي جهه وباي وقت وبوقت اي بلد؟ خصوصا ان القرى الارضيه حالها صارت قبلته بما فيها الكعبه. فاصبح جهته هي الكوكب نفسه. يعمل ايه في الاحكام دي كلها؟ انا الشيخ قاعد افكر كده وقال له ايه؟ طب هو ايه اللي طلعه اصلا؟ والله يا رب لطيف. ايه اللي طلع ايه اللي يوديه الحته دي يعني؟ حته موحشه ومقرفه. ده حتى ما يعرفش يثبت لان الجاذبيه مختلفه. ده بيبقى زي العين بيعوم كده. مش عارف يثبت حد، مش واقف على بعضه. فهمت؟ فكان رد لطيف يعني. لكن على اي حال الامور المستجده دي مفتوحه للعلماء يقعدوا يجتهدوا فيها ويقول لك الاراء وما زال الدين ذكر، يحتاج علماء تجتهد وتقرا وتطلع احكام على عشان كده قلنا ما زال الدين صالح لكل زمان ولكل احوال ولكل الاحوال. حتى انه قد ذكر بعض العلماء انه اذا علم الشخص من نفسه انه يميت حتى يعود امره الى تعطيل الصلاه او الخلل بشيء منها انه لا يجوز ركوبه، وهو مذهب الامام مالك. لو واحد عارف من طبيعته انه مجرد يركب السفينه بيجي له دوار وقيء ما يستريحش الا نزل على الارض يبقى ده حرام عليه يركب السفينه، لان المرض ده هيحول بينه وبين اداء العبادات، يبقى بالنسبه له ركوب السفينه حرام. ده مذهب الامام مالك. ليه؟ لانه هيجي له يميت يعني يجي له دوار بحر، والدوار ده يمنعه من اداء الصلاه، يبقى خلاص الامام مالك يقول له ما تركبش البحر، انت ركوب البحر عليك انت حرام. واحد ثاني يركب البحر ما يجيلوش المرض ده، خلاص يركب البحر. حتى لو كان ما هو في ناس استثنوا الحج وفي ناس ما استثنوش. وفي ناس قال لك حتى الحج لانه غير مستطيع كده. لانه لا يثبت على الدابه، والثبات على الدابه من ضمن ايه؟ شروط الاستطاعه. وقال لك من استطاع ليه يسلم؟ مش كده برضه؟ فالحكايه ده. وفي علماء قال لك خلاص اذا كان الحج ضروري اختلفوا في الحج والغزو والجهاد. واخد بالك؟ وانا مع الراي اللي يقول لك ما يسافرش ده اللي مش مستطيع. لان حتى لو خرج للجهاد ده هينفع يجهز ده ولا يشفع؟ ده ينفع تديله اوامر ينفذها ده ويبقى جندي بحريه؟ ده يبقى ولا اسماعيل يزيد البحريه. هينضحك. واخد بالك ازاي؟ فما ينفعش يبقى بالبحريه ده. يبقى ده ما يشتغلش في الجهاد كمان. ولا حتى في الحج هيروح يحب ايه؟ هيتقايل ويكبروا عليه اربع ناس. ويجي له دوار ويفضل يطير لحد ما يجي له جفاف وبعدين في الاخر يتعين وان هو ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. يبقى مش مستطيع. فانا مع الراي ان لو كان في الصوره دي ولا وسيله للسفر الا البحر
يبقى سقط عنه الحج والجهاد. واضح؟ فهذين النوعين ما يشبههما إذا وقعت ولم تدخل عليها يجوز أن تصلي معها طاعية، اللي هي المشقة اللي هي تجعلك لا تستطيع القيام أو إنه يليق بك ميت شديد، في الحالة دي تجعلك تصلي من فوق. إذا لم تقدر على القيام هو المعنى بالمشيئة هنا، لأن العلماء لا يطلقون التشويش لأن العلماء لا يطلقون التشويش إلا على ما يكون تشويشا شرعيا، التشويش اللي هو كل ما يؤثر على أداء العبادة في صورتها الكاملة، ده عند علماء إيه؟ عند علماء الشريعة، هو علماء الحقيقة المتصوفة، التشويش هو كل خاطر يحول بينك وبين حضورك مع ربك. فقد تكون الدنيا نفسها مشوشة، قد يكون الأولاد نفسهم مشوشة، قد يكون المال مشوش، قد يكون، فالتشويش عند علماء الحقيقة اللي ينظروا للقلوب أعم من التشويش عند علماء الشريعة اللي ينظروا للأفعال. واضح؟ بخلاف أهل الصوفة فإنهم يطلقون التشويش على كل شيء يتغير به الخاطر قل أو جل. الوجه الثاني، قوله تدور معها يعني القبلة حيثما دارت السفينة، لأن الرياح تختلف بعض الأوقات على السفن فيكون مثلا مقدمها إلى القبلة ثم تأتي ريح أخرى تديرها شرقا أو غربا أو لغير ذلك من النواحي، فيكون المصلي في السفينة يدور إلى القبلة في الصلاة الواحدة وإن احتاج لذلك مرارا، لأنه شغل يسير معفو عنه، لأن الحركة داخل الصلاة إن كانت لمصلحة الصلاة تجوز، يبقى الحركة داخل الصلاة لغير مصلحتها مكروهة، فإن زادت عن حد بطلت الصلاة. واضح؟ لكن لو كانت الحركة داخل الصلاة لمصلحة الصلاة يجوز أن تتوجه إلى القبلة لأنها تغيرت إليك أو تغير اجتهادك، يعني أنت بتصلي حتى على الأرض واجتهدت كده قبل الصلاة إنك أنت القبلة على الجهة دي، قلت الله خلصت الركعة، الركعة الثانية قعدت فكرت ده النجم أهو ده المفروض ده يبقى على ودني الشمال، ده القبلة فين؟ فغيرت اجتهادك كنت في الركعة الثانية تقول مغير جهتك مش تطلع من الصلاة، تغير جهتك، خلصت الركعة الثانية وقفت الله ده أنا متلخبط خالص ده الغالي اللي يبقى كده، يقوم مدي في الركعة الثالثة جهة ثالثة ويقول أنت ولا كده ولا كده ولا كده ده أنا متلخبط خالص ده هي كده، يجي في الركعة الرابعة يصلي، يبقى صلى كل ركعة إلى قبلة وصلاته صحيحة لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، القاعدة كده الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فهمت بقى؟ وعلشان كده يدور معها حيث دارت وهي حركة يسيرة معذور عنها لأنها لمصلحة الصلاة. وإن احتاج لذلك مرارا لأنه شغل يسير معفو عنه والقبلة مطلوبة أو جهتها حتما لأن معنى العلم لها والقدرة على ذلك، أنا عندي العلم لها يعني علم الجهات والقدرة على الحركة وأنا بصلي، يبقى الميسور لا يدخل بالمعفو يبقى لي أتوجه، واضح؟ لكن ما عنديش العلم بها ولا عندي القدرة على الحركة يبقى خلاص بقيت معفور ما اتحركش، فأينما تولوا فتم وجه الله وسقط في حقي التوجه للقبلة. واضح؟ ونحن الآن متمكنون من ذلك عارفون بها فلا يسعنا غير ذلك سواء كان المصلي قائما أو قاعدا، والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على الوجه الثالث، إن وجه طويل هيتكلم على إيه البحار الستة اللي هي بحر الدنيا وبحر الآخرة وبحر التوحيد وبحر شغلانة بحار تانية، لا بحار معنوية غير البحر بتاع المالح ده اللي انت متصوره، لا في بحر تاني وهو بحر الدنيا وبحر الاخره وبحر الهوى وبحر الشهوات وبحر التوحيد وبحر المعرفه، كل دي بحار في المعنى. بيقول لك ازاي بقى تؤدي فيها مراد الله منك وانت تخوض فيها، لا ان شاء الله في الوقت الثالث غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا واستر ربنا وأجرنا مما يؤذيك عملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين من كتبك وترضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.
اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. يا رب.